طالب باش يكون عندك الجنسيه المغربيه مثل شاب خالد اش ندير بها؟ ما تدير بها والو. واه ولاد كل الجنسيه مغربيه اللي يعطوني فيها كل شيء باطل ايوا نديها نشري بها لاكريم ونشري فيلا نشري بيوتو. انا الحمد لله الناس تحبني هكا بلا جنسيه بلا. وانا في المغرب كي نكون في المغرب كلاني في الجزائر.